عادت فريت للسرافيم للأهداف في مهرجان كوتشيلا الأسبوع التاني، ولكن المرة دي واجهت المجموعة انتقادات وتعليقات سلبية أبشع بكتير من أدائهم في الأسبوع الأول. وخليني أوضح ليه، رغم تحسن جودة غناهم المباشر على المسرح، ولكن بعض الجماهير الكورية اتهمت المجموعة بالليبسينج لأنه كان من الصعب جدا يتحسن غناهم المباشر خلال أسبوع واحد فقط. وطبعا الاتهامات دي كان معاها أدلة قوية جدا، وتحديدا في الأغنية دي توقفت العضوة الشيونة عن الغناء ولكن صوتها فضل شغال. ونفس الشيء حصل مع العضوة كازوها في أغنية Unforgiven، بطلت غنى ولكن صوتها فضل شغال. مش كده بس، كمان في أغاني كاملة تم تسجيلها بخاصية LiveAR، وهي تقنية بتعتمد على تسجيل الأغاني مسبقا أثناء التدريب، وبيبان فيها التنفس صعب عشان لما الجمهور يسمعها يفتكر إن المجموعة فعلا بتغني مباشر. وطبعا من بعد ما فهم الجمهور الكوري أفعال السرافيم حسوا بخيبة أمل كبيرة جدا، ودي بعد من تعليقات الجماهير الكورية: إن كنتم تفعلون هذا لماذا أديتم في كوتشيلا؟ أصبح أدائهم مملة أكتر فأكتر، لا يختلف الأمر عن الليبسين، إنهم مجرد راقصين، وغيرهم تعليقات مليانة بالهجوم. ومن هنا اتدخلت وكالة هايب ومسحت معظم مقاطع الفرع على التويتر. كمان من الواضح ان وكالة هايب رشت بعض وسائل الاعلام الكورية، واللي كتبت مجموعة من المقالات مختلفة تماما عن رأي الجمهور الكوري، زي العنوان ده: تنتصر للسرافيم على انتقادات الجماهير في كوتشيلا من خلال ابهار المعجبين بأدائهم المباشر المثالي. وهنا برضو كان رد الكوريين مختلف تماما وقالوا: هل تعتقد ان الجمهور لا يسمع ولا يرى؟ كم حصلتم من الاموال لكتابة تلك المقالة؟ وللأسف مش بس غناء السرافيم المباشر هو اللي تم انتقاده، ولكن حتى ملابسهم في الأسبوع التاني من المهرجان كانت أقل أناقة. فمن ضمن آراء الجمهور الكوري أن أزياء السرافيم السودة في الأسبوع الأول من كوتشيلا كانت أحلى وأكتر أناقة، على عكس ملابسهم في الأسبوع التاني واللي تبان للمشاهد ملهاش علاقة ببعض. اكتب لي في التعليقات انت هو رأيك في تعليقات الجمهور الكوري، وما تنساش الاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد عن بلاك بينك.